رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى ولي العهد السعودي. قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتسليم رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أنه جرى تسليم الرسالة الملكية خلال لقاء ولي العهد السعودي برئيس الحكومة أخنوش، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انعقدت في العاصمة الرياض. وأضافت الوكالة أن رئيس الحكومة نقل تحيات جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالة الملك. وجرى خلال هذا اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة ومكافحة التغيير المناخي. وحضر اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وسفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، فيما حضره عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.